بالأمس شاهدنا بعض التقييمات الإيجابية والتي دفعت بعد أن قرر المستثمرون أن يتخلوا عن الدولار والنقد وأن يتوجهوا إلى أصول أخرى. المخاطرة أتت بعد البيانات المتباينة في الولايات المتحدة. الوظائف خارج القطاع الزراعي كانت بياناته قوية وكان هناك أرقام قوية، وهذا يشير إلى أن الفيدرالي سيستمر في زيادة معدلات الفائدة بوتيرة قوية، إلا أن الشائعات في الأسواق تشير إلى أنه سيقوم بوتيرة أبطأ للرفع بخمسين نقطة أساس. ونعلم كيف أن السياسة النقدية المتشددة تؤثر سلباً على أسواق الأسهم، وبالتالي كانت الشائعات هي التي دفعت إلى الوتيرة الإيجابية وأيضاً إلى شهية المخاطرة في الأسواق، وهذا ما تبعه في الأسواق الآسيوية صباح اليوم. نعم، الذهب بالأمس سجل يعني بعض التراجعات بعد وصوله لأعلى ارتفاعات في حوالي شهرين ونصف. ما الذي يحدث مع الذهب كملاذ آمن في الفترة المقبلة؟ كما قلت، الأسواق قد تحولت إلى شراء الأصول، ولذلك بعد البيانات القوية للقطاع غير الزراعي من المتوقع أن تكون الوظائف قوية والأسعار سترتفع إلى هذا ما سيكسر مستوى المقاومة 1675. إذن هذه البيانات تجعل المستثمرين يرون الذهب بشكل مختلف، وبسبب أيضا السياسة المتشددة الفيدرالية التي دعمت الدولار الأمريكي والذي تراجع قليلا، وأصبح هناك إعادة للهجة شددة للفيدرالي، فشهدنا ضعف أداء الدولار وبالتالي ظلت أسعار الذهب مرتفعة. كان لقد تراجعت قليلا ولكنها لا تزال عند مستوياتها العالية، لا سيما بعد التراجعات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع الدولار. نعم نعم نادية، فيما يتعلق أيضا بالبيانات التضخم الذي تترقبها الأسواق، بيانات التضخم الأمريكية، لكن اليوم عم نشهد أيضا هناك تحركات متباينة في الأسواق الآسيوية، لكن مكاسب واضحة على المؤشرات اليابانية من بعد تقرير أيضا لصناع السياسة النقدية حول السياسة النقدية التيسيرية التي تقوم بها اليابان. برأيك إلى أي مدى ستستمر اليابان في هذه السياسة في الفترة المقبلة؟ بنك اليابان يتدخل، ولكن بعد المضاربات التي نستمع إليها في الأسواق وذلك الاستقرار الين الياباني، ولذلك وصلنا عند مستويات عالية 146 حتى 148 ولا يزال في هذا النطاق العالي. ولكن فيما يتعلق بالصين، لدينا شائعات أيضا في الأسواق، لدينا إنهاء سياسة صفر كوفيد، والأسهم الأسيوية أو المستثمرون الأسيويون كانوا يقودون الأسواق ولكنهم يتبعون وول ستريت، لا سيما أن أنه كان هناك ضعف في الاقتصاد الصيني وتحول وفكرة تحول الصين عن سياسة صفر كوفيد.